السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله جايين بفيديو كده تفيد الناس بسبب اليومين اللي احنا فيهم. الجو ساعة وفي حمام بيقوم من على الحصى، في حمام زغاريد بتتكبس، في حاجات كتير بتقابلني. والله أنا معدي في السلاكة كده وبباشر زي أي يوم كده، لقيت قص كان بينقر من امبارح، لقيت القص سايب الباب بتاعه وقايم، سايب الباب بتاعه اهو، مش مقومين حمام. تعالى كده، تعالى كده، ادي اهو طلع قصص، سايب اهو الباب بتاعه، وادي ايه الحصوية. بص الزغلول ساعة متلك، وتحت في قص، بص في قص تحت فاكي الاتنين. فاعمل ايه؟ باخد ده، ادي الحصوله اللي بتنقر، بحطها جنب لبه، وباخد اللبه ده بحط تحت القص اللي ساب الحصى بتاعه. وقام ليه؟ هو ممكن يكون عدى ميعاد الفك بتاعه، عدى ميعاد الفك بتاعه. فاحنا ايه؟ هنوقف كده، هننزل تحت القص اللي هو فكك الاثنين، الحصوية اللي يعتبر الزغلول بتاعها كان هيتكبس. كده انت بتدف، بتعمل عملية تدفئة اهي، خدت الايه الحصوية تحتها اللي هي بتنقر يعتبر، وادي الزغلول اللبة كده رادت عليه. لو الكاميرا موضحة كده، احنا خلصنا من نقطة اللي هي ايه، الحصواية اللي هي كانت بتنقر، اللي هي كانت هتتكبس. خلاص اطمنا ان القص هيعمل بعملية تدفئة، هنطلع فوق بقى للقص اللي هو يعتبر ساب اللي هو الحصواية اللي هي كانت بتنقر، او كان الحصويتين اللي هما كانوا بينقر. احنا كنا حاطين حصواية واحدة وحاطين واحدة في شنك جنبها، فاحنا هنطلع هنحاول هنعمل عملية اللي هي تشغيل دماغ على القص اللي هو يرجع يحن على الطاجن تاني، يرجع اللي هو يرقد في قلب الطاجن تاني. يلا تعالوا نشوفه مع بعض. برضو الطاجن اهو اللي احنا حطينا في اللبة والحصواية البلاستيك، واضح كده. ندور على القص التحضير، نشوف القص. بس قبل ما نشوف القص هنعمل ايه؟ نسقى، نهيئ له الباب بتاعه عشان خاطر اللي احنا نطمنه المكان. ندور بقى على القص، وقف كده يا عم، ده احنا هنفضل نجري في قلب السلاكة. القص، بص القص، جهاز التلبين بتاعهم يعتبر شغال خلاص، هما مش كالفين كلفة، لا ده بص داس على معدتهم، التلبين بتاعهم شغال. بص بقى هنعمل ايه؟ ادي القص اهو، تعال بقى كده يا احمد، ادي القص حطيناه، ماشي هاته بقى من فوق كده. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبه كده التليفون، اوعى انت بقى عشان ايه مش جاي، مش جاي هاتوا من السلك ده، سلك حتى مكلب كده.
مكتب صغير اهو اهو. هنسيب بقى احنا ايه الكاميرا شغاله لغايه ما نشوف القص هيعمل ايه. ابتدت اللي هي تحل ابتدت اللي هي تحل هذا اللي هو الزبون. لو فتحنا له مش هتقوم برضه ايه عشان الإضاءة بتاعة التليفون. بس حبينا ان احنا نسيبها قدامكم كده عشان يبقى اللي انت شايف بعينك. دوس ستوب ونرجع لكم برضو اول ما القص يرقد. ادي النتايج وبكده رقد. ادي الزغلولة ايه خلاص انت طمنتها تحتيها اهو الزغلولة. شيل بقى النسقة اللي انت كنت حاططهم لو القص مثلا ايه. انا كنت حاطط لها المسقة دي عشان لو مش هترقد ولا حاجة واخد بعض وانزل كنت احطها على المسقة واقفل عليها الباب عشان اتأكد ان هي رعدت. فهي خلاص حنت في الطاجن ورعدت عليه فانا خلاص ايه بشيل المسقة احط طبعا الناحية التانية اللي انا ايه القص اللي كنت واخدهم. وبكده انتهى الفيديو بتاعنا واتمنى اللي هو الفيديو يكون عجبكم. فانتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كوتو ادم. متنساش الاشتراك بتاعك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد ولايك وكومنتك الجميل. انتظرونا من جديد لجديد.